وبالمناسبة الطرح اللي طرحته والكلام اللي احنا اتكلمنا فيه واللي قاله محمد عمر على ان هو ان انا هزعل منه، لا يا محمد انا مش هزعل من اي حد، انا هزعل عليه. اوعى تكون مش محمد بقى عشان الراجل قاعد معانا، يعني اوعى تكون فاكر ان المطلوب لاولادك وبناتك انك تاكلهم. يعني اذا كنت انت بتقول بلاش محمد اي حد، ان وده كتير من الاسر، يعني ان هي اوضه، طب الاوضه او اوضتين حتى، طب انا يعني الاولاد دول هيعيشوا ازاي؟ مش انا عايزهم يطلعوا اسوياء متوازنين، ولا عايزهم ايه؟ احنا بنتكلم كلام يعني كلام الامانه تقتضي ان احنا نقوله. ازاي يطلعوا الولاد دول اسوياء؟ ولسه كان محمد مصطفى بيقول لي، يعني او محمد سامي بيقول لي عايزين مفيش تعصب. التعصب ده معناه ان احنا واقفين كل واحد فينا في مكانه ومتمسك برايه وشايف ان رايه هو الاصح. لكن انا مش شايف ان ده، انا ممكن يكون رايي صح ورايك صح وارائنا كلها صح، مفيش مشكله. وده مش معناه لوعه يعني في الكلام، لا، لكن كل واحد له وجهه نظر وكل واحد وجهه نظر تحترم، بس ما نتخانقش مع بعض.